السلام عليكم. نبلش بشرح الديزاين النظام البيم كولوم بالبريست والان بريست فريم. انا بريست فريم مش مهم كثير، المهم بريست فريم. بدي احكي وانبه عن شغله مهمه بخصوص هذا الشابتر، حكينا عنه انه كنا نستعمل انتر اكشن كويشن اكشن كويشن. ليش؟ عشان شوف اذا المقطع اللي عندي بيتحمل او لا. طب تسألني بتحمل ايش؟ بتحمل اكسيال فورس كمان بيندينج مومنت. بيندينج مومنت هسا ما يجي كنا نعمل اناليسيس، كنا نشيك على هذا الاشي، نشوف الاكسيال فورس، نشوف الفاي يعني سواء من الكولوم او من التنشن ممبر، نشوف فاي ام بي اكس وبشكل عام قديش بتحمل المقطع. اذا زون 2 فاي ام اللي هو الزون الثاني هكذا، وكمان نشوفه على الواي، ونشوف كمان الفاي ام بي واي، ونشوف برضه زون 1 زون 2 زون 3. كنا كمان نشوف شغله مهمه كثير، نشوف الالتيميت والام ار اكس والام ار واي، حيث ام ار اكس هي الماجنيفيكيشن مومنت، ونركز على كلمه ماجنيفيكيشن مومنت، يعني المومنت المضخم على الاكس والمومنت المضخم على الواي. كنا نحكي سي ام والبي 1 هكذا، هذا اللي كنا نحكيهم تحتاج كأناليسيس. طب هسه اذا بدي اعمل ديزاين، طب احنا كنا اصلا بشابتر 5 لما مباشر نعمل ديزاين كنا نتغلب باللود لحاله، نعمل سؤال شابتر كامل كان على الديزاين، سواء كان مومنت ولا كان كولوم طيب او تنشن ممبر، كله كان اشي صعب. طب انا كيف هسه بدي اعمل ديزاين لهذول الثلاث سوا؟ لك الموضوع صعب كثير، يعني انت لما تيجي تختار سكشن راح تضلك تدعي يا رب يكون متحمل يا رب يكون متحمل. شو الحل؟ بقول لك الحل عندي هون الكتاب، بقول لك الحل عندي، تطبق طريقه اسمها equivalent axial load او effective axial load method. هون بكل بساطه انت بتحول نظام البيم كولوم كامل لنظام كولوم واحد. كيف يعني بتحول لنظام كولوم واحد؟ equivalent يعني بتطلع الام اكس والام واي والالتيميت كلهم بي إيكوفيلنت، تجمعهم مع بعض تمام، تجمعهم مع بعض طلع البي إيكوفيلنت، ومن خلالها خلص قديش العمود بتحمل عندك وبس. جابتر 5 و6 بس تغير الشيء، في عندي شغلات بالمعادلة بتتغير شوي لأنه بتضرب ثوابت معينة، هاي اللي هي المعادلة الثانية اللي هي المعادلة اللي راح نشوفها عندنا اللي هي هاي. بقول لي بي ultimate equivalent، هاي طبعا الاي اس دي احنا ما بنتعامل معها، احنا بنتعامل مع ال ار اف دي. بنحكي البي التيميت زائد ام التيميت على الاكس مضروب في الام، والام التيميت على الواي مضروب في ام يو. ام التيميت على الاكس ما اعرف شو الام التيميت على الاكس، المومنت المعرض بس، مش ام ار اكس اللي هو الماجنيفيكيشن مومنت، التيميت اكس بس، يعني ام 1.2 ديد زائد 1.6 لايف. الام هي قيمه من جدول، هسه بقول لكم كيف بتجيبوها. طبعا نفس الام اللي هون، اما اليو، اليو بقول لك دائما افرضها هيو يو افرضها 2 خلص قيمه 2 تمام تمام. هسه نيجي للام، هاي الام بقول لك هي هاي خاصه لحديد 36 و50 فقط، طب غير هيك ما بعرف، بكل بساطه يعني ما في. أنت تصمم النظام بيم كولوم على نظام FY 36 أو نظام 50، ببساطة بتشوف هذا عندك الشكل مقسم قسمين زي هيك، هاي للنظام 36 وهاي للنظام 50. شو بتعمل؟ بتشوف الكي ال عندك، في الكي ال عندك يعني الكي ال يعني إذا كان بين بين بتكون الكي واحد، فيكست فيكست بتكون القيم اللي هي بون 6.5 وبون 8 كأنه اللي ما أخذناهم شابتر 5. بتشوف أنت قديش عندك الكي ال تمام، افرض حديث 36 عندك الكي ال 14، تيجي بتحكي انه الام قيمتها 1.8. هي اول اشي بتعمله ديزاين، لما تعمل ديزاين لاول مره تيجي بتقول انه الام 1.8. طب لو بيناتهم تعمل انتربوليشن، يعني معروف اي اشي بالجداول انتربوليشن، بتروح شو بتعمل؟ طلعت الام 1.8 ومعك اليو 2، بتطبق بالمعادله اللي فوق، مثلا طلع اللود 900، اللود 900 شو بتعمل؟ بتروح على تيبل تابتر 4
تروح على تيبل شابتر 4 اللي هو هذا. طبعا في حال ما كان عندي لوكال باكلينك مثلا كانت عندي 12 الكي ال 12 تمام بتشوف لوت 900، يعني ترجع ديزاين ترجع نظام شابتر 4 كامل بتدور على 900، يعني تقريبا هاي لانه هاي 887 فهي 980 ممكن تنزل. انا بدور على كي 12 ما فيش، تيجي تقول مثلا المقطع اللي هو 12 87 12 W 12 87. شو بعمل بعد هيك؟ بدك تروح تعمل كمان ترايل، يعني كمان ترايل بتروح بتحكي عندي انا السكشن W 12 تمام، فبتروح بتقول الام له صارت 1.6، يعني انت حسب شو اخترت المقطع اللي هون بتتغير معك الام. انت بالبدايه كانت ام عندك الاول شيب، يعني شو ما فرضت سكشن هي بالابروكسيميت الاول بالفرض الاول 1.8، بالفرض الثاني 1.6، بس لما كمان على 1.6 بيطلع معك مقطع ثاني وممكن نفس المقطع. بتشيك اذا اعلى امورك تمام، بس انت ما راح انه توقف هلا، راح تصير تشيك على المعادله الانتر اكشن ايكويشن، يعني بدك المقطع اللي اخترته تطلع له الفاي ام بي اكس وتطلع له الفاي ام بي واي وتطلع له الفاي بي سي وتشيك على معادله الانتر اكشن ايكويشن. بترجع سؤال شابتر 11 خلينا ناخذ مثال، بيقول لك هون سلكت the trial W section for LRFD the following data FY50 LX نفسها KLY 12 ال B no transition يعني اللي هي ال B ultimate خلص 190 وال M N 168 على ال X و بس كانوا هذا السؤال بسلكت انه حل السؤال مرتين كأنه على هيدا ال ASD 475 و 120 ال ASD بدي شيء انا بهمني ال RFD. شو قال لك؟ قال لك هذا سيلكت، قال لك سيلكت ما قال لك افحص السكشن متحمل عندك ولا، بس سيلكت يعني بس استعمل الجدول اللي فوق. طلعت بي التيميت كان 390 ام ار اكس وفرض بي 1 دائما ترى بفرضوها 1 بالديزاين، طلعت ام التيميت اكس هي 168 يعني هو ما قلت لكم دائما افرض نفسه يعني. شوف طلع بي ايكوفالنت هي بي التيميت ايكوفالنت بي التيميت كم 690 ام التيميت 168 مضروب في الام. الام شو بتعمل؟ انا الكي ال عندي 12 ام الحديد عندي 50 بتجي لهون حديد 50 هاي حديد 50 بالشق اللي على اليمين ال 12 هاي 12 الام 1.8 في 2 طبعا يلا تنزل بقول لك هي الام 1.8 اليو 2 اسيومد بيطلع البي ايكوفالنت طلع 902.4. شو بتعمل؟ بقول لك اختار السكشن 992 بتروح مدور على المانيوال على 992 والكي ال 12 فبلاحظ انه هيها 1080 اللي هو دبليو 12 ب 96 دبليو 12 ب 96 هو فيرست ترايل. هسه بدك تختار ترايل ثانيه شو بتعمل؟ انت اخترت ايش؟ اخترت انه 12 ال 12 حديد 50 والدبليو 12 فبالتالي صارت عندي 1.6. هسه صارت الام 1.6 بترجع بتطبق المعادلة هاي تطلع صارت عند 958 راح تختار سكشن ثاني هو W12 ب 87. أنا السؤال وقف حل، بس أنت مفروض تكمل تشيك تشيك على الانتراكشن إيكويشن. فكري والله هيك السؤال كان بس إنه سيلكت بس عشان يعني أنت تتعلم كيف تعمل الجدول. نيجي للمثال الثاني هذا الانبريس مش داخل نيجي لهم بقول لك select the lightest W12 section LRFD following data ال B 150 180 وعلى Y 70 خلاص أنا بهمني هذول لأنه هذلك ال ASD أنا بهمني ال RFD معطيني الأم ألتيميت على Y والأم ألتيميت على X وال B no transition معطيني CB 1 وال CMY وال CMX 85% هذا اللي مشان أطبق قانون الماجنيفيكيشن فاكتور CM على 1 ناقص B ألتيميت اللي هي ال قانون السي ام قانون البي اللي هم يعطوني السي ام جاهزه زي كانه اعطاك ام 1 وام 2 هاي الفكره لما اعطاك السي ام زي كانه اعطاك ام 1 وام 2 يلا افرض لي بي اكس وبي واي 1 طلعت البي التيمت 50 الام ار اكس خلص هو فرضها 1 والام ار واي بعد نطبق بالمعادله هسه شو بنعمل؟ اختار ايش؟ هو قال لك
select value 12. لما قال لك select value 12 يعني زي كأنه إيش؟ كأنه هو أصلاً كان فارض من قبل وفحص إنه 12 كويس. إيش قال لك؟ from subsequent approximation value 12 إلها 1.6. يعني ما رجع. رجع ما اختار 1.8. بدك تختار 1.8 صح، بس راح تأخر الحل عندك. ليش؟ اختار subsequent approximation. انت هون لما انت تيجي تأخذ 1.8 انت بتكون لسه مش عارف السكشن اللي عندك ايش هو. انت لما السكشن صار انت مخيرك بW12 انت مباشرة روح على subsequent. ليش؟ لانه لما انت هون هاي الام لما تأخذها all shape كأنك indication الترية الاولى indication تعرف شو السكشن تبعك. بعدين لما تختار W12 ما قالك هو W12 انت عرفت شو السكشن تبعك خلاص. هسه خذ ال 1.6 خلاص يعني فيش داعي تروح هاي. انا هي from subsequent approximation طلع ال ultimate اختار سكشن طلع معي 762 ال KLX اعطاني اياها 12. وين بروح؟ بروح بدور على load اعلم 762 K 12 هاي 12 652 590 لا بفضل اطلع بدور على سكشن اعلى من 700 لحديد 12 هاي 12 798. طيب هي قديش احنا حكينا الرقم 762 هاي ASDN ما بدي ASDN انا بعتذر مخربط بدي انزل انا هاي W هاي حديد 12 808 هاي 807 807 اللي هو 1272 اختار 1272 760 807 هناك فرق مانيوال. فايش عمل؟ احس شيك على معادلة الانتراكشن ايكويشن. شو عمل؟ طلع الفاي ام بي اكس طلع الفاي ام بي اكس والفاي ام بي واي طلع الفاي بي سي هي الفاي بي سي 806 تمام؟ شو عمل؟ وقال لك الكي ال 12 يعني ال بي 12 مباشرة لما تعطيك ال بي 12 بس هو كان فرضها نفسها. بس كأنه هون خلاص هو قال لك ال بي 1 قصده فيها الكي ال نفسها يعني زي كأنك تقول سمبل بي ما في عليه تدعيم. فهون هو راح على تيبل 6.1 يعني استعمل معادلات السمبليفايد. كيف تستعملهم؟ تروح على التيبل ما بدك. انا اروح على تيبل 6.1 تيبل 6.1 تيبل 6.1 فشو بدي اعمل؟ انا شوف السكشن اللي عندي اخترناه 12 ب 72 فبدي ادور على 12 ب 72 هاي 12 72 فانا بشتغل على ال ار اف دي ال كي ال 12 هي 1.24 في 10 قوة سالب 3 كأنه في 10 قوة سالب 3 مش في 10 قوة 3 هيها والبي اكس ما هي هاي البي اكس برضه 3.36 وبروح على اللي تحت مكان البي واي هاي البي واي 4.82 تمام. انا طلعتهم. اذا بتكاش عادي انت حر وتروح تشوف لقدام لتحت انه انا بطبق معادلة الانتراكشن ايكويشن ما شاء الله عني بدون هذول بدون ما استعمل هذول لا بستعمل المعادلة الطويلة انه بروح على التداول تيبل 3 تبعون الديزاين تشارت والبلاس زد اكس والسوالف اللي اتعلمناها بشابتر 9 و 8 نستعمل المعادلة طلعت بي ار على 5 بي ان 0.3 اللي اكبر من 0.2 استعمل المعادلة الاولى طلع مع السكشن ند جود طلع معي النسبة اعلى من 1. شو بعمل؟ راح بختار سكشن اقوى منه 806 مش هيك ايش بختار على اللي اعلى منه مباشرة زي تب 5 فال 400 او 807 ما نفع اختار اللي بعده اللي هو 79 اختار 79 شيك على نفس الاشي راح على المانيوال على سكشن ثاني السكشن اللي بعده اللي هو 72 خلاص 79 شيك على القيم طلع معاه المقطع اقل من 1 يعني شيك على معادلة الانتراكشن ايكويشن. اقول لك ايش؟ كونه شيك على الانتراكشن ايكويشن تمام بس المقطع يعني ما شيكت شيء كافي. شو بدي اعمل؟ بدي اشيك على اللي فرضتهم. انا شيكت انه المعامل تقييم 1 بدي اشوف هل هو اقل من 1 ولا لا. ما اكبر من 1 معناته بدي ارجع اعيد الحل مره ثانيه. فشيك على معامل التضخيم طلع البي كريتيكال او البي اويلر
خلال بي 1 اكس، هاي معطى بالسؤال، وهاي البي ار 250 ضل بالسؤال، وهاي الاولر اللي حسبته فوق، وهاي الكي ال. يعني زي ما احتاج بالبدايه طلعت مع اقل من واحد، شيك على الواي بنفس الطريقه، طلع مع اقل واحد اقل من واحد، هيك شيكت انا هسه ايش على البي، على البي اللي هي معامل تضخيم، شيكت الانتر اكشن كويشن. بدي اشيك على المومنت، بدي اشيك كمان على المومنت لانه هو مثلا زون 1 زون 2، انا بلاحظ انه ال بي له 10.8 وانا ال بي عندي 12، معناته هو زون 2، فشيك على زون 2 بالنسبه للمومنت، احط معادله الانتر اكشن ايكويشن طلعت معي 0.951، ولاحظ فوق لما شيك على السمبليفاي طلعت 0.952، يعني تقريبا نفس الشيء. يعني هذا الشيء كله ما له داعي، بس لا انت بالامتحان قال لك شيك على المقطع، بدك تشيك على البي اللي انت فارضهم، بدك تشيك على المومنت على زون 1 وزون 2، غالبا راح يطلع نفسه. لما شيك على المقطع طلع اقل من واحد، معناته السكشن اللي عندي هو 12.97. يعني الملخص اختار قيمة ام من الجدول حسب السكشن اللي عندك. يعني اذا السكشن حدد انه له رقم معين بروح على ايش السب سيكون ابروكسيميشن، اذا ما حدد روح على first approximation. بعدين لما تحدد طلعهم، طلعت مقطع، لما تطلع مقطع فإذا كانك طلعت انت كل خصائصه، شيك على معادلة action equation. اذا امورها تمام شيك على معامل التضخيم وعلى المومنت، أما إذا أموره مش تمام تختار مقطع تحمل لود أعلى وبس. أموره مش تمام تختار مقطع تحمل لود أعلى. يعني بالنهاية نرجع من كتر 11 بيعتمد على فهمك للمادة 9 كتر 5. نحط على البروبلم هون، فيهم بالبروبلم سؤال لفت انتباهي بصراحة. select the lightest W12 زي ما عملنا كل شيء subsequent طوله 15 feet steel beam column first order loads moment and so on column breast frame أموري تمام. قال لي CB1 تمام. السؤال لو أجا بالامتحان أنا بقول لك عليه أقل إشي 20 علامة. السؤال شو عمل؟ أعطاك الـ be ultimate بس كديد لايف تمام. يعني انت راح تيجي تحكي له ما راح احل السؤال بي التيميت 1.2 × 125 يعطيك فكرته 1.685 طلعت البي التيميت خليها على جنب تمام. بتطلعها تحطها على جنب معطيك الام ديد على الاكس وعلى الام والام لايف على الاكس ومعطيك اياه من تحت كمان. يعني ذي اللي بيعطيك ام 2 بيعطيك ام 1 كانه اعطاك ام 2 وام 1 وهذول ايش سنجل كيرفيتشر كأنه مش ذاكر الشغل سنجل كيرفيتشر بترجع لها مشان ايش مشان السي ام سالب وموجب ومعطيك كمان على الواي نفس الاشي ام 2 ام 1 تمام. نعرف انه الام 1 دائما الصغير فاكيد هاي اصغر من هاي. طلعتهم انا على الواي وطلعتهم على الاكس. يعني هون ما اعطاك اشياء بشكل مباشر واعطاك اتجاهات المومنت عشان سي ام مشان سي ام والماجنيفيكيشن مومنت. يعني هذا بيفرق عن سؤال اكزامبل انه ما اعطاك السي ام جاهز تمام. انا بروح بختار الام بشيك على السكشن اللي بدي اختاره بعد ما اطلع الام ال 15. يعني بدنا نرجع هون ايش قال لي ما جاب ليش سيري بس هم كانهم بين يعني ما جاب لك سيري. يعني المفروض يحدد لك شو نوع السكشن. يعني انت المفروض تيجي لهون كي 15 شوف ما فيش كي 15 هتعمل انتربوليشن بقول لك هو دبليو 12 فهي اصلا اذا هي 1.5 وهي 1.5 فبالتالي 1.5 فبتروح تفرض السي الام 1.5 بتحل على اساسها وبتختار السكشن وبتشيك عليهم ان شاء الله امورك تمام. هيك بيكون ان شاء الله التشابتر انتهى. بخصوص في هون
اخت الحل المحل عليها هون اسمها دايركت ميثود، تمام. هي هون لو نيجي للسكاشن المطلوبة معنا بالامتحانات، هاي الدايركت ميثود. الدايركت ميثود مقسمة لأكثر من شيء، غالبا هاي الشغلات مش مهمة أبدا، مش مهمة أبدا. يعني هون كلها بتعتمد على إذا كان بريس أو بريس والإفكتيف لينكث. فبصراحة يعني بصراحة إنه هون الحل اللي على هاي الطرق الثانية كله محلول لل unbraced frame. هذا حل طبيعي وإن شاء الله ما أبرو عليك علامات، ويعطيكم ألف عافية.